في بلدان العربية ما كان أحد يتصور أن يسقط حسني مبارك ولا معمر القذافي ولا غيره بمظاهرات، لكن بعيدا عن هذا الاحتمال أسأل الأستاذ أحمد، هل يمكن لهذه التظاهرات في إيران المتجددة من وقت لآخر على الأقل أن تشغل النظام بهمومه الداخلية بمشاكله الداخلية وأن تجعله يعني يبتعد عن بلداننا العربية ويحجم عن التدخل والسيطرة ربما على عواصم عربية كما يفعل حاليا؟ يعني لا شك إذا استطاعت هذه التظاهرات وهذه الثورة أن تمتد إلى مجمل المحافظات الإيرانية، بمعنى آخر إلى كل الشعوب التي هي جزء من إيران حاليا، أذريين، بلوش، عرب، أكراد إلى آخره، إذا استطاعت أن تمتد وتأخذ باعا كبيرا بالتأكيد هي تقلق النظام، وبالتالي ينطوي على نفسه ويعود إلى جغرافيته ويلملم نفسه حتى يحفظ كيانه. هذه المسألة فيما لو حصل ذلك، لكن المشكلة أنا بتصوري أيضا في الداخل الإيراني ليس هناك توافق حقيقي وليس هناك انسجام وليس هناك تنظيم وتنسيق بين هذه الشعوب. نحن نعرف أن هناك الكثير من الانتفاضات حصلت في الأحواز وتركت لوحدها، أو حصلت في عند البلوش أو الأذري وتركت لوحدها، ليس هناك تنسيق. أنا باعتقادي يحتاج الإيرانيون ويحتاج كل الشعوب داخل إيران أن تنسق فيما بينها وصولا إلى ثورة عارمة تقتلع جذور الطغاة من إيران حقيقة. اليوم هل هناك مصلحة غربية أمريكية؟ أنا لا أعتقد اليوم هناك مصلحة، لأنهم كما بس طغاة بنظر من يا أستاذ أحمد؟ الآن وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا لساعة ونصف سبل التوصل لاتفاق في فيينا، فعن أي طغاة تتحدث يا أستاذ أحمد؟ لا هو طغاة بنظري ونظر الشعب الإيراني. أنا لا أتحدث الطغاة هم بنظر الغرب، أنا قلت ليس من مصلحة الغرب حاليا إسقاط هذا النظام، ليس مصلحتي، لأنهم يرون فيه فزاعة في المنطقة. هذه الفزاعة تستجلب وتمتص الاقتصادات العربية النفطية. هذه المسألة لم يحلموا بها، الصفقة الكبرى التي حصلت بين الأمريكان والسعودية لم تحصل مثلها بالتاريخ، لأنهم يرون أن مصلحتهم في أن يكون هناك من يخيف هذه المنطقة. وبالتالي اليوم حتى الآن على الأقل ليس هناك مصلحة، وهم يذهبون باتجاه النووي لأنهم يرون في ذلك مصلحة أخرى قد تكون لضبط الحالة النووية في المنطقة، حماية لأمن إسرائيل. وأمن إسرائيل بالتأكيد لدى الأمريكان والاتحاد الأوروبي عموما هو الأهم بالنسبة لهم، وليس الأهم شعوبنا في المنطقة بكل أسف. يعني هي حقيقة أصبحت مدركة من الجميع. لذلك أنا لا أعتقد اليوم أن هناك هرولة من الغرب باتجاه يعني قمع الثورة أو دعم الثورة، لكن هناك حالة من الالتهاء باتفاق 5+1 النووي، وهو الأهم بالنسبة لهم، حتى لو أن هناك اعتراضات من الإسرائيليين، لكن أنا باعتقادي هذه هي ضغوط على المفاوض الإيراني حتى يستطيع أن يحصل الأمريكي منه أكثر على طاولة المفاوضات. وهذه النقطة خليني أستاذ أحمد لو سمحت دكتور مازن، يعني اليوم النظام الإيراني انظر إليه، اتصال من ماكرون الآن بالرئيس الإيراني ساعة ونص، يعني مباحثات وجولة مباحثات في فيينا. هذا النظام اليوم يعني يفاوض الكبار الدول الكبرى، وأمريكا تخطب وده وتعطيه المهلة تلو المهلة.